بيكم في برنامج ذا كلينيك من كارديو اليكس 2019، ومعانا النهارده استاذ دكتور عبد الفتاح حسن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك منوره. ممكن الاول تعرفنا بنفسك؟ دكتور عبد الفتاح فرير، ده استاذ امراض القلب بطب الزقازيق. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز اعرف من حضرتك اكتر عن امراض الشرايين التاجي. انا عارفه حضرتك مهتم دايما بالمجال ده، فكنت حابه اعرف اكتر من حضرتك. يعني الحقيقه طبعا هننشر في اولا ان احنا في كارديو اليكس النهارده، وطبعا واحنا بنهتم في كارديو اليكس المؤتمر ده مؤتمر عالمي، واحنا بنهتم فيه جدا بكل تقريبا امراض القلب. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا طبعا هو امراض الشريان التاجي، لان بيمثل يعني جزء كبير جدا من المرضى، سواء بالنسبه لامراض القلب بصفه عامه، وبيبقى سبب مباشر للوفاه في معظم الاحيان. فاحنا بنقول يعني النهارده احنا هنتكلم، يمكن هيبقى كلامنا اكتر للجينيورز، بالنسبه للدكاتره الجينيورز بتوعنا هنتكلم ان ده بالنسبه للبيشنت بريزنت تو يو باي شيست بين. وانس البيشنت جاله شيست بين وجالك، انت المفروض ان انت تساله، تاخد فول هيستوري اباوت ذيس شيست بين، تعمل له ايفالويشن كويس. طبعا مش كل شيست بين هيبقى كرونير ارتر ديزيز، لكن you must to exclude the occurrence or the presence of the ischemic heart disease. تسأل على الشيست بين، بتسأل على الديوريشن بتاعته، على السايت بتاعه، على ايه اللي جابه، ايه اللي وداه، اذا كان راح يعني او لا، associated with sweating ولا لا، associated with vomiting ولا لا. كل مكان السيمتومز اللي العيان بيشتكي منها مشابهة او ماشية مع السن بتاعه، ان هو مثلا عنده ريسك فاكتورز زي اللي عنده هايبرتنشن، عنده دايابيتس، عنده هو سموكر، عنده هايبر ليبيديميا، في حاجات عنده فاميلي هيستوري، في حاجات كتيره قوي تخلي الواحد ان هو يدروه هيز اتنشن انه يهتم بالعيان ده. لكن ممكن يجي يونج في ميل مثلا فور اكزامبل تشيك من شيست بين، وشيست بين اتيبيكال ممكن تبقى ديت سايكيك او كده، وبالذات بالنسبه للفيميلز. لكن برضو دونت نيجلكت اي كومبلينت من اي حد. يو ماست تو ريسبكت ذا كومبلينت اوف ذا بيشنت اند يو ماست تو ايفالويت ات. فعشان كده ان المفروض انك تبقى حريص جدا، تسال كويس قوي العيان عن الشيست بين ده، وعن ايه اللي جابه، وايه وقعد الديوريشن بتاعته قد ايه، وقعد قد ايه، وبالتالي تقدر تتعامل مع كل عيان. مش كل عيان هيجي لنا يقول لي عن شيست بين هعمل له كل الانفستيجيشنز. العيانين دول بختار العيان اللي هو suspected اكتر ان هو يكون عنده شيست بين due to ischemic heart disease او due to coronary artery disease، وببدا اعمل له الانفستيجيشنز بتاعتي اللي بتشتمل في الدرجه الاولى على بعد الكلينيكال اكزامينيشن لو لقيت حاجه، وبعد كده الاي سي جي بعمل له الكاردياك انزيمز التروبينين والسي كي والسي كي ام بي، وبعمل لهم السيريالي خصوصا لو ما كانش فيه تشينجز في الاي سي جي، لكن العيان نفسه بيشتكي من تيبيكال شيست بين، فبعمل له الانزيمز. وطبعا في عندنا دلوقتي الميثودز بقت جميله جدا بالنسبه للعلاج، اتضح لي ان العيان ده فعلا عنده مايكاردال انفاركشن، فاحنا عندنا البرايمري بي سي اي على طول، بدخل العيان واعمل له قسطره واعمل له ستنت على طول ات ذات تايم ات وانس، يعني اذا كان افيلبل بالنسبه لي. لو مش افيلبل بضطر ادي مثلا زي الحاجات المذيبه زي الستريبتوكاينيز فور اكزامبل، وخلال 24 ساعه بحاول ان انا اكون نقلت العيان لو ما كانش عندي فاسيلتي للبي سي اي، انقله يعمل بي سي اي في مكان تاني او في انذر هوسبيتال، وبيستفيد العيان من الحاجات دي. طبعا الكلام ده هو بقى سهل تنفيذه النهارده، لكن كان صعب جدا على ايامنا مثلا واحنا في الاول، ان احنا كان هو الستريبتوكوكينيز بس هو اللي عندنا، ما كناش بنعمل اساطر، ما كناش بنعمل بي سي اي. دلوقتي بقت الامور اسهل كتير، بقى في سنترز كتيره فيها الفاسيلتيز بتاعه البي سي اي، فبالتالي يبقى انت بتفيد فعلا العيان، بتسالفج المايوكارديوم قبل ما يحصل فيها بيرمننت ديث او كده، تقدر تتدخل بسهوله. فعشان كده يو ماست تو بي انترستد جدا في ايه، انك تختار العيان اللي هو ممكن تدخله ليه على القسطره. في طبعا في تايبس، طبعا في الاس تي سيجمنت الفيشن وده اللي بنقصده الكلام بتاعنا، وفي النون اس تي سيجمنت الفيشن، في عيان عنده انستابل انجينا يعني الشيست بين ده بيتقسم لكذا حاجه، وفي عيان تاني عنده ستيبل انجينا ممكن بتتعامل معاه بهدوء، او بتتعامل معاه على حسب الانفستيجيشنز، بتعمله ايفالويشن، بتعمله ستريس تيست مثلا، سواء اكسرسايز، سواء ثاليوم، سواء دوبيتامين، وبتعمل كاتيجورايزيشن او تعمل له ريسك ستراتيفيكيشن للعيان بتاعك، وبتقدر تختار له بعد كده الايديال ميثود فور تريتنج هيم.
طبعا الدراجز عموما كمان برضو ما عادش زي زمان. احنا كنا برضو كنا السكوب بتاعنا في الادويه كانت قليل جدا. النهارده طبعا الادويه ما شاء الله طبعا زادت كتير جدا، في سواء بتعالج سواء الاكيوت اتاكس اللي بيجي لك، او ايفن بعد كده لما بيحصل مشاكل او يحصل هارت فيلير او كده، برضو في نيو دراجز بتشتغل كويس في الحاجات ديت. بقى في رول جامد جدا للميديكال تريتمنت، ومش كل عيان هيجي له او هنشوفه ان احنا نعمل له قسطره. وانا عايز كل ناشد كل الجينيورز، يعني مش كل عيان يقول له عندي شيست بين وتعالى اعمل قسطره. المفروض انك تبقى تو سيلكت يور بيشنت، تو سيلكت المريض الصح للاسلوب الصح عشان تدي له نتيجه كويسه. فتيك كير ان احنا بنشخص العيانين، والتشخيص فيري امبورتنت، مش كل حاجه قسطره، لكن احنا في الغالب لو لقينا حاجه ايفيدنس للقسطره فاكيد القسطره والبرايمري بي سي اي النهارده بتدينا ريزلتس احسن كتير قوي من الثرومبوليتيك ثيرابي. واذا اضطررت انك تدي ثرومبوليتيك ثيرابي لعدم وجود البي سي اي عندك في حاله اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي، يبقى برضه ويذن 24 اورز المفروض ان العيان ده برضه يعمل قسطره. واذا كان نيد فور انك تركب له ستنت او كده، فده بيتر ان هو بيديك نتائج احسن. وبنستفيد من الحاجات النيو تكنولوجيز اللي بتجيلنا، ما نقفش ساكتين قدامها. احنا كل والمفروض العيان بتاعك يستفيد منك، مش انت اللي تستفيد من العيان. اي هوب ذس. وبعد كده تكتب له التريتمنت اللي هو المفروض بياخده وتوجهه، سواء على مستوى الدراجز او على مستوى الاكل. ما تسيبوش من غير ما يعرف هو ياكل ايه ويعمل ايه، يتحرك ازاي، يروح فين، يعمل ايه. لو سمحت اديله كل الادفايسز اللي هي تفيده في المستقبل بالنسبه لحياته المستقبليه، اللي المفروض الى حد كبير طبعا هي بتتغير، لكن تبقى تغير وهي within limits، يعني تكون انت افدته الحمد لله وهو يستفيد من حياته بعد كده. Thank you for your attention and you must take care of your patient. Thank you يا دكتور جدا لوقت حضرتك ولمعلوماتك، ونتمنى حضرتك يعني تستمتع بقى بوقتك في الكونفرنس يعني. ماشي، اهلا بيكم. احنا ار انجوينج يعني افري يير في الكارديا اليكس الحقيقه، وده حاجه يعني بنحبها ويعني دايما حريصين عليها سنين طويله قوي. احنا بنحضر هنا كل سنه، وحتى على مستوى الجامعه انا عضو مع الدكتور محمد صبحي سنين طويله في جامعه امراض القلب المصريه. واحنا سواء الكارديو اليكس او كارديو ايجيبت الحقيقه من المؤتمرات اللي هي ما تسابش يعني. فنشكركم طبعا، ونتمنى الدوام والتقدم والنجاح على طول. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. شكرا.